أمراض روماتيزمية هي مجموعة من الأمراض. تمام. إيه هي الأمراض الروماتيزمية؟ الأمراض الروماتيزمية هي أمراض بتصيب جهاز المناعة. يعني أمراض روماتيزمية مناعية يعني مرتبطة بالاضطرابات اللي بتحصل في جهاز المناعة. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع جهاز المناعه ده، كان هنوضح نقطه مهمه جدا ان جهاز المناعه ده هو الجهاز اللي بيدافع عن جسمنا، هو كرات الدم البيضاء او اجزاء من كرات الدم البيضاء اللي بتطلع عشان تدافع عن جسمنا ضد اي عدو خارجي. بيحصل نتيجه لاسباب ما مش معروفه حتى الان، بيحصل لخبطه ويحصل ان التركيب الجيني لبعض الاجسام المناعيه يختلف، فبتظهر هذه الاجسام المناعيه اللي هي المفترض بتدافع عن جسمنا بتظهر بصوره ان هي عدو، واحنا المفروض ان دور الجهاز المناعي يحارب هذه الاعداء، فاذا بيبقى جزء من الجهاز المناعي تحول بقى اب نورمال او غير طبيعي، فبيهاجم بيهاجم بقى ايه، بيبقى الجهاز المناعي يهاجمه، يحصل هنا الهجوم ما بين او الحرب ما بين الجهاز المناعي الطبيعي والجهاز والاجسام المناعيه الغير طبيعيه اللي هي كانت طبيعيه قبل كده. طبعا هذه المعارك بتتم في ساحه المعارك نفسها في المفاصل، بتبتدي في مفاصل الايدين، في مفاصل الاكتاف، مفاصل الركبتين، مفاصل الكاحلين، كل حسب كل مرض، كل مرض ليه كاركتر او ليه طبيعه معينه بيصيب بيها المريض. في انواع كتير قوي من امراض المناعه الروماتيزميه، زي مرض الروماتويد وده اشهر الامراض، مرض الذئبة الحمراء، مرض النقرس، مرض خشونه المفاصل، مرض الهشاشة العظام طبعا في محسوب ضمن هذه الامراض. كمان في بعض الامراض زي حاجه اسمها التيبس الجلدي الروماتيزمي، التهابات الاوعيه الدمويه الروماتيزميه موجوده. كل دي مجموعه كبيره جدا من الامراض اللي هي بتصيب زي ما قلنا يحصل اضطرابات في جهاز المناعه وتنعكس على المفاصل بتاعه الجسم. يبقى الامراض دي يا دكتور بتحصل نتيجه خلل موجود في جهاز المناعه، في جهازنا المناعي، فبالتالي تؤدي لمجموعه الامراض اللي حياتك ذكرتها اللي ذكرناها دلوقتي. طيب انا هتكلم على الامراض دي زي ما حياتك كده اتكلمت عليها. تمام. ورتبتها حياتك، قلت اول حاجه هي هو النقرس، الروماتويد، الذئبه الحمراء، النقرس، اخر حاجه هنتكلم عليها النقرس. تمام. ولكن هنتكلم بالأهمية أو بالخطورة يا دكتور. تمام. هل الذئبة الحمراء هي الأخطر؟ طبعا كأخطر لأن هنا الذئبة الحمراء بتصيب أجهزة الجسم كلها من ضمنها المفاصل، وطالما بتصيب أجهزة غير المفاصل فاحنا بنخاف، أو بيبقى الطبيب اللي بيتعامل مع حالات الذئبة الحمراء بيحط في باله أو بيحط وهو بيبتدي يواجه هذه الأمراض وبيحط البلان أو خطة العلاج إنه في أجهزة معينة إذا أصيبت في هذا المرض بالذات بتبقى فيها مشكلة، وعلى رأسها الكليتين. الكليتين تصاب في مرض الذئبة الحمراء وبتؤدي الى مشاكل كبيره، وممكن تعمل لنا بعد كده توصل الى الوفاه في الحالات المتاخره التي لم تعالج. طيب احنا قلنا ان هو الاخطر، الاخطر، لكن احنا ما شرحناش ايه هو الذئبة الحمراء اصلا. تمام تمام. برضه زي ما احنا بنقول ان الذئبة الحمراء المشكله اللي نتيجه اختلال في جهاز المناعه، بعض الاجسام المناعيه الغير طبيعيه بدات تبقى غير طبيعيه، بدا يحاربها اجسام مناعيه طبيعيه، وبعدين بيلتصق بيهم جزء في الجهاز الدوري بتاعنا او في الدم اللي هو حاجه اسمها الكومبلمنت او ما يسمى بالعقد المناعيه، فبيكون حاجه اسمها الاميون كومبلكس. الاميون كومبلكس ده مكون من ثلاث اجزاء، اللي هو الجسم المضاد الطبيعي والجسم المضاد اللي كان بقى غير طبيعي، ثم يلتصق بيهم الكومبلمنت او العقده دي فيكون ما يسمى بالاميون كومبلكس. الاميون كومبلكس ده تلف بقى في الجسم وبتبتدي تترصب بقى، اذا ترصبت في الكليه تصيب الكليتين، ترصبت في الصدر تصيب الرئتين، ترصبت في المفاصل تعمل التهابات في المفاصل، ترصبت في المخ او في الجهاز العصبي تعمل مشاكل، فده طبيعي. هي دي مشكله الايه اللي هي الذئبه الحمراء. ترصبت في الجلد، طبعا الجلد ده المرايه بقى بتاعت المرض ده بتبتدي من الجلد، الجلد ده اخطر يعني اكتر عضو، هو صح مش اخطرهم لكن هو اكتر عضو بيصاب، يبتدي المريض طبعا هو بيحصل غالبا السيدات بنسبة أكبر للرجال 9 إلى 1، يعني ما بين كل مقابل 9 سيدات ممكن يحصل في رجال في 1. تاني حاجة رجال أقل بكتير في المرض ده بالذات، في المرض ده بالذات. دكتور هل في فئة عمرية هي الأكثر إصابة بالذئبة الحمراء؟ صح، جهاز الفئة العمرية هي فئة الشباب اللي هي العشرينات، العشرينات بنشوفها كتير، النسبة الأكبر بداية هجوم المرض بيكون في العشرينات. طب دي كارثة يعني، ده طبعًا هو سن طبعًا الحركة والإنتاج والشغل. أيوه طبعا بتصيب الفتيات وبتبتدي يحصل عندهم الأعراض زي ما قلنا، أو أكتر أعراض بتبتدي الإحمرار الوجه، بيبتدي يحصل بعد كده تقرحات في الفم،
بيحصل تساقط للشعر اللي هي ما يسمى بالثعلبه او الالوبيشيا، بيبتدي بعد كده يظهر بقى على الجسم، على الجسم طفح جلدي اخر. في بعض الانواع من الذئبه الحمراء بيبقى الاصابه الجلد بتبقى معاها قشور، فعشان بيسموها ديسكويد او قشور. ده كل ده الصوره او الشكل العام لمرض الذئبه الحمراء. طبعا ده الشكل، لكن انا ما يمكن الجلد مش هي دي القضيه بتاعتي، او ان انا بعالج الجلد بعالج بتاع، لكن انا اذا امتد المرض مش هو دي مش هي دي المشكله الاكثر الاخطر خطورة. الكليتين والدم اللي هو يقل عدد الصفائح الدمويه، والرئه والرئتين والبرين او المخ، دي الاعضاء اللي هي اذا اصيبت لازم احنا هيحصل لازم هيحصل هنخاف منها الدنيا، يعني هتتلخبط طبعا هتلخبط، وهنبقى في حاله قلق ولازم نتعامل معها بجديه. طيب هناخد تليفون ونرجع نكمل كلامنا. كاميليا، مدام كاميليا اتفضلي. الو. طيب نرجع مره ثانيه يا دكتور. تمام. للاعضاء الاكثر خطوره. تمام. زي المخ مثلا، هي بتصيب المخ بتسبب في مشاكل شكلها عامل ازاي؟ هو بتصيب الجهاز العصبي في اتجاهين، امراض نفسيه وامراض عضويه. الامراض النفسيه يبتدي يحصل الاكتئاب، و ده من اشهر انواع، واكتئاب من النوع السخيف جدا جدا، لدرجه في نوع منهم اللي هو بيسموه مانيك ديبرسيف سايكوز، ده نوع من انواع الاضطراب العصبي الجنوني، لدرجه بتوصل الى الجنون، مانيا او يعني الجنون، ده في الحالات المتاخره. بيحصل اكتئاب، بيحصل محاوله الانتحار، سيوسايد، يعني يبتدي المريضه عايزه تنتحر من كتر بتاع ده. كامراض كناحيه نفسيه، كناحيه عضويه بيحصل صرع فيتس، يعني المرض بيتطور، بيحصل تكرار او اصابه للخلايا بتاعت المخ، فبيحصل الفتس او الصرع او الابيليبسي. ده دي كلها حاجات بنحطها في الاعتبار واحنا بنتعامل مع مريض الذئبه او مريض الذئبه الحمراء او مريض الذئبه الحمراء، يعني ممكن يحصل في الرجال زي ما قلنا بس بالنسبه اقل. طيب مدام كاميليا رجعت. تمام. ناخدها ونرجع نكمل كلام. مدام كاميليا الو. قالوا يا حبيبتي، قالوا يا دكتور. اي اتفضلي. لو سمحتي، انا ظهري ولا عارفه اقف ولا عارفه اقعد ولا عارفه اوطي ولا عارفه اي حاجه. مش عارفه اقعد. الف سلام عليكي. الله يسلمك. الاعراض دي بقى لها قد ايه يا ست كل؟ بقى لها كتير سنين. طيب. واخدت مسكنات ما فيش فايده ومش عارفه. مش عارفه. الالم اللي في ظهرك ده بينزل على رجلك على فخدك؟ لا رجلي، لا ظهري بس، ولا عارفه ان جيت اوطي يا دكتور. أيوة. حاجه ماسكه ظهري كده، اجي اقعد خمس دقيقتين ما اقدرش. تمام. ظهري يوجعني. تمام تمام. طيب الالام بقى مع الحركه والمجهود، ولا ممكن برضه وانت نايمه وانت قاعده؟ هو على طول، حتى وانا نايمه، حتى وانا نايمه يا دكتور. تمام تمام تمام. ماشي يا دكتور. عملت اي اشعه؟ طيب ماشي دكتور، هنرد عليك ان شاء الله. خلاص يا دكتور، مش عايز اسال على حاجه. بشكرك جدا والف سلامه عليك. الله يسلمك يا حبيبي. الام الظهر طبعا ده موضوع كبير قوي قوي، وليه اسباب متعدده كتيره قوي، عايز حلقه لوحده. لكن هنتكلم بالنسبه للسؤال بتاعت المستمع، ان هي بتقول حاسه بالم في ظهرها. هي يمكن بس النقطه الايجابيه الوحيده ان الالم ما ننزلش على الفخذين او على الساقين، وده مهم جدا، لان اذا بدا ينزل ده دخلنا في حاجه اسمها عبء النسا، وده نتيجه الضغط على العصب الوركي. طب دكتور، لو الالم بدا ينزل على الرجلين، على الرجلين، وهي في الغالب بتكون رجل واحده بس، غالبا رجل واحده. طيب وبدا كمان المريض يحس او الشخص يحس بالتنميل. أيوة. في الرجل دي. ايوه ده مشكله، ده معناها على طول ده اصابه في العصب نتيجه حاجه في الغضاريف من فوق، الغضروف الغضاريف اللي هي اللي هي بنقول عليها المخده اللي بترتاح عليها الفقرات، الغضروف ده بدا يصاب. في درجات للغضروف طبعا، احنا بنطلب اشعه رنين مغناطيسي عشان نعرف درجه الاصابه. ممكن تبتدي حاجه بسيطه زي حاجه بنقول عليها بروز غضروفي، ممكن تمتد ويحصل هنا ما يسمى بفتق غضروفي او هيرنيشن، وممكن تبقى نفس الغضروف كله خرج من مكانه، ما يسمى بالانزلاق الغضروفي. دي درجات متختلفه طبعا، بيهمنا جدا نعرف انهي درجه، لان احنا لكن لو نملت الرجل ده معناها اي درجه فيهم في الثلاثه، لان في الدرجه الاولانيه ممكن بالعلاج تيجي ان شاء الله، الدرجه الثانيه ممكن بالعلاج مع العلاج الطبيعي مع التمارين، الدرجه الثالثه لازم جراحه. فعشان كده احنا بنطلب اشعه رنين عشان نعرف الدرجه بتاعتنا اصابه الغضروف في انهي درجه. طب ليه يا دكتور الناس كتير بعد ما اجرت عمليات جراحيه في الظهر ايوه
خاصه بالغضروف يعني لاصلاح مكان الغضروف. الناس دي اشتكت جامد جدا من نتائج العمليات دي ورجعت أسوأ من الاول. هقول لحضرتك هي كانت العمليات دي في البدايه بتبقى عن طريق حاجه اسمها اللامينكتومي او بيقطع جزء من الفقره اللي هي العظميه عشان يعمل ايه، يعمل راحه للعصب وللغضروف نفسه وبعدين يرجع يثبت الفقره. ده كان زمان. دلوقتي بقى في حاجه متطوره اكتر ان هو بيفتح ويشيل الجزء اللي خرج بس من الغضروف بدون ما يجي ناحيه الفقرات دي، امن وما بتسببش مضاعفات. يعني دي العمليات القديمه. هي كانت بتحصل كده، فكانت كانت بتبقى فاشله على فكره. هقول لحضرتك صح كلام حضرتك مظبوط. ايوه مظبوط. طب نكمل الكلام ده بعد استاذ اشرف عشان بقاله شويه. طب استاذ اشرف. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ اشرف، اتفضل. اهلا اهلا، اتفضل. اتفضل اتفضل يا استاذ اشرف. لو سمحت يا استاذ هند، انا لو في شكوى اي حد دكتور بيدينا ارقام تليفونات ما بيقدرش يديها لنا في الكنترول يا فندم. اتفضل اتفضل يا استاذ اشرف. اتفضل يا استاذ اشرف. اتفضل شكوتك. ايوه معايا يا استاذ هند. ايوه انا سامع حضرتك. اي دكتور بيدينا ارقام في الحلقه ما بيقدرش يديها لنا في الكنترول، يعني دكتور مكرم مشيل والدكتور اللي قبله كان ادانا ارقام ما رضيش يديها لنا. طيب حياتك بلغت الشكوى دي واحنا هنحاول ان احنا نعالج الموضوع ده، وانا بشكرك جدا طبعا ان انت نبهتنا. ولو حياتك ليك سؤال اتفضل. طب يا دكتور انا عندي في رجلي الشمال القدم نص من قدام في الم، وبرده ايدي الشمال برده فيها الم وفيها تنميل، وركبتي الشمال برده تمام فيها الم، ولما اجي البس ربه يخف الالم شويه. تمام تمام. في الم في كعب الرجل؟ الكعب؟ لا الكعب لا. طيب الالم دي بتبقى بالليل اكتر ولا بالنهار مع الحركه يعني؟ لا ولا مع نعم نعم اتفضل. اتفضل. الالم بالليل وانت نايم او وانت قايم من النوم الصبح؟ بالليل ما بحسش بحاجه. طب وانت قايم من النوم الصبح بتبقى مرتاح ولا تعبان؟ لا اول ما اقوم لغايه اخر النهار لدرجه ان انا هو مش الم جامد. ايوه بس انا لو لبست حاجه ناشفه ما اعرفش امشي قوي. تمام. يعني مش امشي بشبشب. تمام. امشي ايوه بس مش متفاجئ. بصعوبه صح. لو لبست حاجه ناشفه صح. تمام تمام. وركبتي الشمال فيها بحس بألم في الغطا نفسه، ولما البس ركبه ببقى مستريح شويه. بتستريح شويه تمام تمام. والألم بقى مع طلوع السلم او ولا المشي ولا القعده ولا ايه بالظبط؟ لا وانا قاعد لا وانا ماشي بس ماشي. يعني بحس تمام. هو مش ألم جامد يعني. تمام تمام تمام. ماشي تمام حاضر نجاوب عليك. اشكرك يا استاذ اشرف. تنميل في تنميل في ايدي الشمال ونص قدم الامامي. هل انت طبيعه عملك بتستخدم ايدك كتير الشمال ولا حاجه؟ لا اليمين بس. اليمين بس. طيب تمام تمام حاضر. ليك اسئله ثانيه يا استاذ اشرف؟ مشكور. الدكتور عندك خير ماشي. حاضر ماشي. لا انا هجاوب عليك. حاضر دكتور. حاضر حاضر. هو طبعا ليه كذا شكوى يعني. هو بيقول الالم هي طبعا النوع الالام اللي هو بيشتكي منها دي الم اسمها الم حرقيه، لان انا سالته هل هي وهو نايم ولا حاجه قال لي لا، فبالتالي هي مع الحركه، فبالتالي اما بيلبس حاجه ناشفه بالنسبه للالم طبعا بيشعر بالم. في بعض انواع الشوز اما بتكون ناشفه او بالذات الجزء الامامي من الشوز اما بيكون ضيق بيضغط على الاصابع وعلى اعصاب القدم وبيسبب هذا الالم. طبعا ده بتجنبها بان احنا نعدل الموضوع او نشوف الشوز اذا كان ضيق او حاجه زي كده. الركبه نفس المشكله، الركبه طبعا ان هو يكون بيشعر بالالم بتاعها مع الحركه، هو بيقول مش الم شديد لكن برضه بتضايقه، مجرد ما بيلبس ركبه سانده بيرتاح. هو محتاج الى علاج ومحتاج الى تمرينات لتقويه عضله الفخذ، لان هي طبعا هي العضله اللي هي شايله حركه الركبه كلها. صحيح. فاذا تم هذه التمرينات ويخش على طبعا على موجودة على اليوتيوب التمارين دي ويقدر يطلعها كتير جدا جدا لتقوية عضلة الفخذ، هيرتاح ومش هيحتاج بعد كده لاستخدام الركبة. تنميل ايديه احيانا يا اما ان هو بيكون بيستخدم ايديه كتير او بيستخدم موبايل ايديه مع وضع الثانية الايد ده كده بتسبب تنميل، او يكون مشكلة جاية من الرقبة الوضع بتاع الرقبة مش مظبوط في اثناء العمل او في اثناء النوم او في اثناء الحركة بتبتدي تضغط على الاعصاب اللي بتغذي الايد فبيحصل التنميل. هو كله واضح ان هي تعديل في بعض السلوكيات اذا تمت مع العلاج طبعا. احنا طبعا هو هياخد علاج وقد يحتاج في بعض الاحيان الى العلاج الطبيعي. طيب هنرجع مره ثانيه يا دكتور للسؤال اللي كنت بساله قبل التليفون الخاص، بانه الناس اللي عملت العمليات دي أيوة. من اكتر من 20 سنه بتشتكي دلوقتي انه الالام صح. بالعكس عندها يمكن بشكل اسوأ بكتير من قبل كده. هم طبعا بحثوا في هذا الموضوع فلقوا ان
بالذات العمليات القديمه اللي كان بيبقى فيها ازاله جزء من الفقره بتعقبها تكون حاجه اسمها تليفات. صحيح. التصاقات وتليفات ادهيجنز وفايبروسيس. يعني بيحصل التليفات. طبعا دي بترجع تاني تضغط تاني على العصب وترجع تاني تسبب الايه الالام. طبعا بنبتدي نعالج بقى هذه الايه الاعراض. او ان هو ما حصلش معاها تثبيت للفقرات في بعض الحالات كان بيشيل بس العظمه ما بيثبتش، فطبعا بترجع يحصل اهتزاز وتزحزح للفقره فبتضغط تاني على العصب. زي ما قلنا ان كل هذا الموضوع تم تجنبه في العمليات الحديثه، ولكن الجراحات الحديثه يا دكتور أيوة. عايزين نتكلم عليها شويه لانه ده سؤال ناس كتير جدا. تمام. هل الجراحات الحديثه تلافينا فيها المشاكل اللي كانت بتحصل حصل. في الجراحات يعني السابقه؟ تمام حصل الكلام ده كله. وان دلوقتي بيحصل العمليه عباره عن بيبتدي يفتح الفقرات ويوصل لمكان الغضروف اللي هو خارج من متزحزح او خارج من مكانه ويقطع هذا الجزء الزياده، بيرجع تاني الامور مستقره والعصب بيرتاح والالم بيروح بدون اي اعراض اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء التصاقات او تليفات ما بقتش موجوده دلوقتي وبقت الامضاء. اذا طبعا تمت العمليه وبعدها بفتره بعض جلسات العلاج الطبيعي بيرجع المريض طبيعي وسليم زي الفل وما بقاش فيه في تجنب لهذه المشاكل اللي كانت بتحصل زمان. دكتور، دور واهميه العلاج الطبيعي ما بعد الجراحه. تمام. يعني الشخص اللي بيعمل عمليه في ظهره اهميه انه يعني يعمل جلسات علاج طبيعي بعد العمليه، قد ايه ده بيجي دور مهم ويعني محوري؟ بالتاكيد بالتاكيد حضرتك، هو العلاج الطبيعي ليه كذا دور. اولا دور في ازاله الالم زي ما يعني عن طريق زياده الدوره الدمويه وعن طريق المساج والحاجه دي، وفي نفس الوقت ليه دور تاني في تقويه عضلات الظهر من خلال اجهزه التنبيه الكهربي اللي بيقولوا عليها التنس. دي بتقوي عضلات الظهر. اما بتقوي عضلات الظهر بتشيل الحمل من على الفقرات، بيبقى بقى وهو واقف او وطى او غصب عنه او كلام ده كله، بيبقى عضله الظهر قويه بحيث ان هو ما يشعرش تاني بالالام اللي موجوده. هو لازم يقوي عضلات ظهره عشان أكيد. ما يبقاش التحميل كله على عضله. تمام، على الفقرات والعمود الفقري. وهما حاجتين بيقوي العضلات، الاكسرسايز التمرينات والعلاج الطبيعي من بعض اجهزه العلاج الطبيعي اللي بتقوي العضلات اللي او ما تسمى اجهزه التنبيه الكهربي. طيب نرجع بقى يا دكتور الزئبة الحمراء اللي كنا بنتكلم عليها. تمام. قبل كلامنا عن مشاكل العمود الفقري ونقول ايه اعراضها؟ زي ما قلنا ان الاعراض هي بدايتها بتبقى من خلال الجلد، زي ما قلنا اول حاجه المريضه او المريض طبعا اكثر في السيدات زي ما قلنا بتبدا تشعر باحمرار في الوجه، ويزيد الاحمرار واحساس السخونه في الوجه عند التعرض للشمس في فتره معينه في اليوم اللي هي فتره الظهيره. ليه بقى؟ لان الفتره دي بيبقى فيه الاشعه فوق البنفسجيه بتبقى قويه جدا جدا وبتخترق الجلد وبتعمل تنشيط للمرض. فاحنا حتى لدرجه ان احنا بننصح اللي هم بيصابوا بالزئبه ان ما تخرجيش في هذه الفتره الزمنيه، واذا خرجت تستخدمي السامبلوك او ما يسمى بالايه؟ وقايه الجلد، وقايه الشمس. بعد كده بيبتدي بقى يحصل المريض تشتكي من تقرحات في الفم، ان هو يحصل زي تقرحات على اللسان وعلى الشفايف من الداخل، وبعدين تبتدي تشتكي من تساقط في الشعر. يبتدي بعد كده هو يبتدي بعض انواع الطفح الجلدي على بعض الجسم. ده البدايات بقى. لو المريض اتشخصت من خلال هذه الاعراض وطلبنا التحاليل المؤكده والمشخصه للمرض، فنبتدي خلاص نحط خطه العلاج. خطه العلاج اساسيه لو ابتدينا بدري مهمه جدا 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 لمنع عدم امتداد المرض للاعضاء الخطيره اللي هي قلنا الكلى وزي ما قلنا حضرتك والمخ او الجهاز العصبي والرئه والجهاز الهضمي. يعني هي الاعراض بس هتكتشفها من خلال الجلد، هو ده اللي الصوره الظاهره. تليها بقى بعد كده الام في المفاصل. هي طبعا في الجلد هتروح لدكتور الجلديه. اما بيبقى معاها بقى برضه مباشره التهابات في المفاصل والام وبتاع، بتروح لطبيب الروماتيزم. طبعا بيبقى يحصل تعاون ما بين الاطباء الجلديه واطباء الروماتيزم في هذا المجال وفي علاج مرض الزئبه وامراض اخرى كتيره يعني. فيبتدي على طول تتحط خطه العلاج، عشان زي ما اتفقنا كل ما ابتدينا بدري كل ما تجنبنا المضاعفات، ودي نقطه مهمه جدا جدا. طيب دكتور، هي اسمها يعني غريب شويه. أيوة. يعني لازم نقف عنده شويه. الذئبه الحمراء ليه اسمها الذئبه الحمراء؟ هو لقوا عشان الذئب بيبقى عند الوجه بتاعه بيبقى فيه الجزء اللي هو على الجانبين على الخدود بتاعه الذئبه نفسها او الذئب بيبقى فيه الاختلاف في اللون بتاعه، فلقوا المنظر ده سموه عشان كده سموه الذئبه الحمراء. طبعا عشان اللون المنظر أحمر. ده مشابه لمريض الذئبه الحمراء. ايوه، اللي هو عشان شكل الذئب نفسه اللي هو بيبقى الاحمرار في الجنبين مع هو احمر، فبالتالي ذئبه حمراء، هي ده جاي الاسم منها يعني.
طيب العلاج بقى يا دكتور بيكون ازاي؟ العلاج زي في البداية طبعا لو احنا شخصنا المرض زي ما اتفقنا في البداية فهنبتدي على طول العلاج بتاعنا. العلاج بتاعنا اساسي فيه طبعا الحظ العسر ان لازم الكورتيزون، وطبعا مع كلمة كورتيزون مرعبة وعارفين ان هو كل واحد بيسمع كلمه كورتيزون طبعا، واحنا برضو احنا بنراعي النقطه دي ان هو الكورتيزون طبعا من الحاجات المسكنه، بس احنا بنضطرين دي. هي الفكره كلها ان احنا نبتدي العلاج بتاعنا بتجنب الجرعات الزياده من الكورتيزون، لان الجرعات الزياده من الكورتيزون هتسبب لنا اعراض بقى في الجسم بايخه زي هشاشه العظام، زي انتفاخ، زي تخزن الميه، زي حاجات كتير. فطبعا احنا الفكره كلها في الكورتيزون ان احنا نبتدي، اذا كنا هنبتدي بجرعات عاليه ونتاكد ان المرض هدي، نبتدي نقلل الايه الجرعات لغايه ما نوصل ونعللها بشكل تدريجي طبعا، بشكل تدريجي لغايه ما نوصل للجرعه اللي بتسميها الجرعه المحافظه او المينتنس دوز دي، ودي بتبقى جرعه بسيطه نتجنب فيها المشاكل بتاعه الكورتيزون. مع حاجه تانية طبعا لازم معاه حاجه اسمها اللي هي البلاكونين او الهيدروكين، ودي بعض انواع اللي بنسميها مضادات او مثبطات المناعه، بعض الادويه الثانيه، لكن هو طبعا ركن اساسي في العلاج الكورتيزون. اذا بدانا صح وبدانا بالجرعات المظبوطه هنبتدي ان احنا فعلا المريض يبتدي يحصل تحسن، يحصل تحسن في الحاله، نراقب بقى الحاله ونعمل لها فولو اب ونقول للمريض من فضلك لازم كل فتره تعمل تحاليل نشوف نشاط المرض هادي ولا في مشكله، ونظبط جرعاتنا على كده، لان اهمال العلاج هيدخلنا زي ما اتفقنا في المضاعفات والمشاكل الاخرى. طيب اهمال العلاج هيدخلنا في مضاعفات ومشاكل اخرى. تمام. المضاعفات ايه يا دكتور؟ يعني اي حد دلوقتي بيسمعنا وعايز يعرف مضاعفات اهمال علاج الزئبة الحمراء هتبقى كالاتي. اول حاجه الكليتين، اول حاجه على طول. طب نعرفها ازاي؟ المشكله برضو دي من الكوارث ان الكلى ما بتعبرش عن بتاع، فاحنا بقى بنطلب من المريض كل فتره يعمل ما يسمى بقياس نسبه الزلال او البروتين في البول في 24 ساعه. ده تيست اساسي لازم كل اللي هو ليه ارقام محدده، اذا بدا يعلى على طول نعرف ان دخلنا في ايه، هنخش في قصص او مضاعفات الكلى. اذا بقى في المتابعه ان شاء الله حتى كل شهر كل 3 اشهر نعمل هذا التحليل، المريض يعمله ونطمئن. طبعا في تحليل تاني بديل ليه في الدم اللي هو نسبه البروتين البيومين للبروتين ريشيو، ده برضو بنعرفه اذا كان ليه في النسب الطبيعيه، فاحنا بنقول للمريض الحمد لله واصل معانا، تابع، ما تكسلش، كل شهرين ثلاثة تعمل لي تحليل البول، جمع لي بول في 24 ساعة ونشوف الوضع ايه. لقينا بقى هيبتدي يعدي أرقام معينة، احنا عندنا النسبة الآمنة لغاية نص جرام من البروتين في 24 ساعة، بدأ يعدي بقى نخاف بقى، نطلب ايه بقى ساعتها؟ نطلب عينة من الكلى. ليه؟ العينة من الكلى هتحدد لي أنهي درجة من درجات إصابة الكلى، لأن كل درجة ليها نوع معين من العلاج. ده أول مضاعفات بنخاف منها. طيب خلينا نتكلم على بقيه المضاعفات بعد استاذ شعبان. استاذ شعبان الو. الو اتفضل دكتور، مع حياتك يا استاذ شعبان اتفضل. الو ايوه اتفضل يا حبيبي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا عندي ورم في رجلي ورجلي الشمال بتورم وفيها تنميل وفيها الم. القدم ولا الركبة؟ وطي التلفزيون شوية. أستاذ شعبان. الركبة حضرتك. الركبة. أستاذ شعبان أنا بستأذنك بس. الركبة. أنا بستأذن حضرتك توطي التلفزيون عشان التواصل يبقى أسرع. في الركبة حضرتك، الألم في الركبة. ممكن حضرتك توطي التلفزيون؟ وطيت حضرتك. مشكورك طيب. جدا اتفضل. الورم ده بقى بيبان مع المشي والحركة؟ لا ده انا لما اقعد لحضرتك والرجلاب بتجف وفيها ورم، في ورم في ركبه واحده ولا في ركبتين؟ في رجلين. في ركبه واحده ولا في ركبتين؟ لا رجلين الاثنين. في ركبتين والورم بينزل تحت على القدمين؟ الورم في الرجلين بس الالم في الرجل الشمال. والاكثر الالم معاه في الرجل الشمال، تمام. الرجل الشمال تمام. اخذت عملت اي تحاليل او اي اشاعات؟ عملت تحاليل قبل كده قالوا لي في النقرس عالي عندك. النقرس عالي تمام. صح قالوا النقرس عالي عندك، مش عارف انا حضرتك اكشف روماتيزم. ايوه تمام. ولا اكشف عظام. تمام. لا بالتحليل هتروح لاستشاري الروماتيزم، هو هيقدر يتعامل مع الحاله فعلا، لان الورم بيبقى مع ارتفاع نسبه الحمض البوليك وبيعمل ورم في الركبه. بشكرك يا استاذ شعبان. ماشي. شكرا. دكتور سؤال استاذ شعبان، ده سؤال ناس كتير قوي. اللي هو خاص بايه؟ هو انا اكشف عظام
ولا اكشف روماتيزم؟ تمام تمام. هقول لك حياتك بتسمع السؤال ده كتير. بيوصل بيوصل طبعا طبعا. السؤال كتير. شوف كل ما يتعلق بالمفاصل اللي هي الاجزاء اللي هي بتربط ما بين العظم وبعضه ده طبيب الاستشاري الروماتيزم والمفاصل هو اللي بيتعامل معاه. ما يتعلق بالعظم نفسه بقى سواء بقى من الام او كسور او شرخ او اي مشاكل او بتاع ده طبيب جراحه العظام طبعا هو لان ده جراحه دي سكه جراحيه فبالتالي لازم يتعامل مع طبيب جراحه العظام. اما كسور اي حاجه في خلع في مفصل بتاع اصابه كسر شرخ كدمات كل الكلام ده يتعامل معاها طبيب جراح العظام. اما الام المفاصل زي ما الاستاذ شعبان كان بيقول من شويه المفصل وارم، المفصل وارم ده لازم على طول احنا بندور فيه اسباب كتير جدا لورم المفصل، في ورم مع الخشونه، في ورم مع النقرس، في ورم مع الروماتويد نفسه بيعمل بس طبعا ليه اعراض ثانيه وهكذا في امراض كتير جدا. بس هو قال ان عنده نقرس. هو عنده نقرس، ما انا دي النقطه بقى الاساسيه، هنا بقى هيبتدي العلاج يبقى علاج للنقرس عشان الورم ده يستجيب. فده الفكره الاساسيه. هو طبعا بيعمل تحليل اسمه حمض الباوليك، حمض الباوليك اذا عالي عن مرحله معينه وكان عندنا الورم في المفصل ومعاه الام مبرحه وما بتنيموش بالليل او وورم بنبتدي على طول ناخد علاج لنهدي فيه التهاب المفصل ثم علاج للحفاظ على نسبه حمض الباوليك في المعدلات الطبيعيه بتاعتها عشان ما تزيدش وتعمل لنا مشاكل وتعمل لنا اعراض للنقص. طيب مدام ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايمان اتفضلي. الله يخليكي. صباحك يا دكتور. انا كان عندي على طول الام في منطقه الرقبه، فقره الرقبه. ايوه. وبعدين كنت يعني متعايشه معاها بس بعد فتره طويله عملت علاج طبيعي 3 جلسات أو 4 جلسات فتعبوني جدا جدا، عملتهم حوالي من 3 سنين يعني، لحد دلوقتي لسه تاثيرهم السلبي عليا. تنميل زاد في الذراع اليمين وصداع نصفي، صداع النصفي دايما بيبقى موجود عندي. بجانب برضو ألم في الفقرة، في فقرات الرقبة، في عظمة تحت كده دايما بتبقى مؤلمة جدا عندي. حضرتك عملت إشعة رنين مغناطيسي ولا حاجة على الفقرات؟ عملت إشعة رنين في 3 فقرات فيهم زحزحة شوية. فيهم زحزحة. تمام تمام. طيب اوكي. بس برضه حضرتك هل المسكن مضاد للالتهاب دوت يعني مستمر على طول ولا في حل ممكن قطعي؟ هقول لحضرتك طبعا لازم ده إحدى وسائل العلاج، ولكن في حاجات تانية طبعا عشان ما تعتمديش على مسكنات لفترة طويلة. بشكرك يا مدام ايمان. تابعين هي واضح طبعا عندها مشكله كبيره في الفقرات بدليل انها التنميل وبدات يبقى في صداع وبدا يبقى في تنميل في الدراع. طبعا دي معناها ايه؟ معناها ان بدا يبقى في اصابه في الغضاريف بتاعه الرقبه وبدات تضغط على الاعصاب. اولا بدات تضغط على الاعصاب اللي بتغذي الدماغ فبدات تعملها صداع خلفي في الحته دي، وده سخيف جدا جدا ومزعج، والمريض ما بيبقاش عارف يا ترى الصداع ده من ضغط ولا من رقبه ولا بتاع، لكن هو لو في الجزء الخلفي ده بيبقى اسمه الصداع مرتبط بالرقبه اسمه صداع خلفي. في نفس الوقت بدات تشعر بتنميل، بدات تشعر بتنميل معناه ايه؟ ان الاعصاب اللي بتغذي الدراع بدات يبقى في ضغط عليها. طيب احنا هي قالت عملت اشعه رنين زي ما اتفقنا ما كنا بنتكلم قبل كده، الرنين هل هو بيديني ايه؟ بيديني درجه الاصابه، فاذا كانت درجه الاصابه بسيطه هيبقى التعامل معها من خلال طبعا هي بتقول عملت جلسات علاج طبيعي وتعبت، يبقى معنى كده ان ما كانتش الجلسات في الوضع السليم، الجلسات المفروض انها بتريح، وقلنا ان الجلسات بتزود الدوره الدمويه بتقوي العضلات بتحسن الحاله، لكن كونها تتعب يبقى معناها ما اتعملتش بطريقه صحيحه. في بعض الاحيان لو ان العصب بس مجرد الضغط عليه ضغط بسيط وعامل تنميل بسيط بنعمل حقن موضعي للاعصاب وبتستجيب الحمد لله. اذا بقى مع يبقى اذا تظبيط برضه في اخطاء بتزود الام الرقبه وتعمل الصداع ان الانسان ما بيبقاش قاعد كويس، بيبقى تملي رقبته محنيه للامام او في مشكله، النومه مش مظبوطه، المخده اللي بينام عليها المريض لا هي ممكن تكون عاليه قوي او واطيه قوي فبتخلي البوزيشن او الوضع بتاع الرقبه مش مظبوط، فطبعا كل العوامل دي كلها بتخلي الاعراض زايده، شيل الحاجات الثقيله على الكتف وعلى الراس دي كلها من العوامل اللي بتزود الام الرقبه. احنا بنقول نصلح الاخطاء، نعمل ناخد العلاج طبعا علاج اللي هو للالم وبسط للعضلات واللي هي الحاجات اللي بتعالج التنميل والالتهاب التهاب الاعصاب، ولو الالم شديد قوي احيانا بنعمل الحقن. ده كل ده بنسميه كونسرفاتيف تريتمنت او العلاج التحفظي. اذا بقى لم ينجح اي من هذه العلاجات نتجه بعد ذلك الى الجراحي طبعا. اذا كانت الموضوع بقى لا يستجيب لاي حاجه من اللي احنا قلناها دي كلها يبقى لابد من الجراحه. طيب نرجع مره ثانيه يا دكتور للذبابه الحمراء، واحنا قلنا انه الكلى شرحنا المضاعفات الخاصه بالكلى تمام، وكنا هننقل لعضو اخر لعضو اخر طبعا من المشاكل الرئه.
الرئه بتصاب طبعا نتيجه ترسب الاجسام المناعيه. طبعا احنا برضو قلنا في الاول ان المرض عباره عن تكون عقد مناعيه، هذه العقد المناعيه بتترسب، اذا ترسبت في المفاصل تعمل الام في المفاصل، ترسبت في الجلد تعمل التهابات الجلد، اذا ترسبت في الكلى تاذي الكلى، ترسبت في الرئه تعمل مشاكل في الرئه. الرئه طبعا فيها مشاكل كتيره جدا جدا، ممكن توصل الى تليف في الرئه، ودي من الكوارث او من الاعراض. صحيح هي بتيجي في الدرجه الثانيه بعد كلى، ولكنها برضو مشكله كبيره. لازم برضو من الحاجات اللي احنا بنطلب للمريض اشعه مقطعيه على الرئه، بنطلب له بنعمل له وظائف التنفس، كل الكلام ده اساسي عشان نقيم حاله المريض وما نوصلش لمضاعفات المرض على الرئه. في نفس الوقت برضو هنلاقي في كل الحاجات دي العلاج بتاعها هيبقى الكورتيزون اساسي، ورغم ان انا بقول الكلمه دي وانا يعني حاسس بان في المرضى بتخاف، لكن هو ده المنقذ لينا في هذه الحالات. من الحاجات برضو المشكله زي ما اتفقنا شرحنا قبل كده موضوع الجهاز العصبي، سواء كان الامراض عضويه او امراض نفسيه، من الحاجات برضو اللي احنا بتتاثر بيها اللي هي الدم بقى. الدم احنا عندنا بنلاقي في مرض الذئبه بالذات بنلاقي نقص في كرات الدم البيضاء، نقص في كرات الدم الحمراء، نقص في الصفائح الدمويه. النقص ده في الثلاث حالات مشكله، لكن اكثرهم خطوره نقص الصفائح الدمويه. نقص الصفائح الدمويه ده لو حصل بيبقى في انواع منه مزعجه جدا جدا، وبتؤدي الى احيانا في النهايه الى الوفاه. طبعا دي من الحاجات اللي احنا بنراقبها من خلال التحاليل، وبنبتدي التدخل برضو بتاعنا مبكرا، سواء من خلال الكورتيزون او في حاجات ظهرت بقى اللي هو العلاج البيولوجي، اللي هو برضو في الحالات بقى اللي لم تستجب للكورتيزون وكان في مقاومه. ده هو العلاج المناعي يا دكتور؟ العلاج البيولوجي، العلاج البيولوجي ده نوع من انواع بتشتغل على مضادات للالتهاب، بس لكل مرض فيه نوع معين من العلاج.